كثير صار يعني بيجي مغتربين الكل بيسأل بيقول يا أخوان ما حدا فيكم بيشرب من مية الحنفية، يعني كله محلات تنقية محلات مي، بتشوف قوارير هالمي بتشوف هذا. طيب هل يعني أليس هذا مؤشر على جودة المياه ولا مرحلة إذا بنتذكرها حادثة بعينها ثم استمر السلوك؟ ما جودة المياه التي تقدم للمواطن الأردني؟ أنا بشرب من الحنفية. أنت وزير المي بتشرب من الحنفية؟ نعم. يعني كيف بدنا نقنع الناس بهذا الحكي؟ بعرفش، لكن أنا بشرب من الحنفية، ما في عندي مشكلة نهائياً، لأن أنا متأكد أنه نوعية المياه اللي إحنا بنضخها في الشبكات مياه صالحة للشرب 100% حسب المواصفة الأردنية، والمواصفة الأردنية لا تختلف عن المواصفة العالمية لمياه الشرب. أحد شباب المختبرات قال لي المياه اللي بنحطها بالحنفية أحسن من كثير من الناس بتشتريها في بعض الأحيان. نعم، لأنه أنت بهمك